قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. ملي كنا في البيرة واحد النهار واحد لجودان زغبو الله وبغى يعيط عليا من بعيد قال لي او عيسى ندمته قلت ليه قولها وشلل فمك بالسمن والعسل شارجان عيسى وقالها وقولوا انتم الله اعلم بغيتي تاكل؟ بغيتي تشرب؟ وشنو بغيتي أبا العربي؟ واخا أبا العربي أنا غنرجع عندك. دخل. سي الحجوجي طار باغي نهضر معاك. خليه يدخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السي الحجوجي الله يرضي عليك الا ما شوف لي شي حل مع هذاك عيسى سكنني مع شي حد اخر اللي يكون سكوتي ودريوش. اولا هو ما يبغيش اللي عيط له عيسى خصك تقول له الشارجان عيسى وراه هذا هو الشيء اللي غادي يحمقني. واش الرجل ما يعرفش يسكت دقيقه واحده من الهضره على القره والنقاشه؟ جاوا لليمان قالوا لي هالعار الا ما جي معنا ضد الفرنسيس. قلت لهم لا احنا المغاربة ما كنغدروش ما فيناش الغدر. الالماني مسكين قافد كيطلب ويعورط ويزاول والدموع خارجين لي من عينيه بيضين وهو عينه زرقين وقولوا الله أعلم. والله السيد طاهر داك السيد ما كاين بحاله قلبه بيض ونية وفوق هادشي كيدوز لكم الوقت بالهضرة على العسكر. هو بزاف السي الحجوجي واش الرجل مازال كل صباح كيفيق على النبوري وبدا يزمر لي في الكورنيطا قال لك وكيطلع في الرايه ديال القره طو 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 استحمد اش كدير لالا سماء اش غنقول لك والفضول فينا كاملين شي مبين وشي مخبي انا كنقول مع راسي اشنو فيها لا عرفت انت تبارك الله دريه زينه ولطيفه وطريفه وخدامه ما مزوجاش علاش يا باقي ما كسبش هذا الراجل تزوج بيا انت السحم انا باقي داو اهلا 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 بس احمد كيف عامك؟ الحمد لله وبدا سي صديق بغيت نسولك سي صديق قول سيدي اش حب الخطر؟ انت ديما ضحك وهاني مع راسك قانع باللي كاين قول لي جابها الله من رقبه به واحد الالماني كان سيدي دايز من تحت واحد الشجره تخبيت ليه ورا الشجره وقطعت النفس نقول لكم قطعتها شي ساعتين ولا جوج دقائق ما بقاش عندي التحقيق لان ديك الساعه الحجره ديال المكانه ديالي سالات وفضات بقيت كنتسنى فيه وانا ندور ليه من اللور ديال الشجره
وجبت له كلاطه بالبيونيت ديالها حطيتها ليه عند الملغيه. لا اش دار لاليمان؟ وانتم قولوا الله اعلم. وتوتش على ركابي ودارو شاف فيا، قال لي عاودوا لي عليك السي السرجان عيسى وما تيقتهمش بزاف. دويتي اش من بزاف؟ على مال الالماني قالها لي فمه بالالمانيه؟ راه انا اللي فهمتها بالالمانيه من عيني. وانتم قولوا الله اعلم. الله اعلم السي الله اعلم الله اعلم. الو أيه أيه وانا السرجان عيسى. أيه يا وليد أيه أيه. واصبر يا ولدي ما تقطعش، غنشوف لك واحد السيدة أعطيها لها دريسة باش واخا وليدي ما تقطع. سنة 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 سنة. نعم السي عيسى أنا جاية. أجي بنيتي عافاك عافاك دوي مع هاد السيد، راه غيعطيك واحد لها دريسة قيديها لي في شي وريقة الله يرحم والديك. ألو السلام عليكم. اللي باغي نقول لكم هي طنجة. طنجة راها عيطت. وهاد طنجة هادي اش بغاتك؟ اش دير بيك؟ ليش بغاتك؟ يا دابا جا وقتها عيطت عليا. نديرو هاد طنجة ما لقات ما دير وهي تعيط ليك، وحنا مالنا؟ انا عيطت عليا طنجة، انتوما بغيتكم تمشيو معايا تونسوني. قال لك شي حد راني ما قادش نتفارق معاك؟ ها مشوق فيك، ما نعرفش نعيش بلا بيك. دخلت عليك بربي خليه يقول لينا داكشي اللي عندك. وحنا السرجان عيسى راه ما بقاتنا شي بركه علينا، بقينا فين ناكلو ونعسو الحمد لله نتكمشو. ما حد باقي فينا الجهد اللي نزيدو نعيشو في هاد الدنيا، ما عمرنا غادي نكملو. ياك انا شديت التقاعد غاو الناس عيطوا عليا لاليمان قالوا لي تخدم معنا، ويليني قلت لهم لا. وها الماكينه اللي كاين راه طلقت. الستار الستار خليه يتكلم باش نعرفوا اش عنده. الله يهديك. انا لا ما عرفتش شنو عنده هاد الليله، راه ما يجينيش نعس. اسمح لي يا سي الصديق. كب الماء زيد في الصابون. غنمشيو لطنجة باش نتبحرو ونتصورو في سور المعاقيس، أو نسولو ولاد البلاد علاش سماوه في سور المعاقيس. علاه؟ كب الماء ودير الصابون. حيت أنا العسكر أقتل فيا العقس، وتالي حنا غادي نبقاو في هاد الدار طينس ولا القبر. هلا سيدي. وانا ما عندي ما نقول لك دابا السرجان عيسى، انا راه كثار مع 10 سنين ما خرجت من هنا، راه ما بقيتش عارف الدنيا كي دايره برا. وهات هات السي احمد، هذه هي الوجيبه باش تشوف الدنيا كي دايره برا. نكب الماء. كب الماء زيد في الصابون. وانا حتى الغدا ونجاوبكم واش غنمشي معكم ولا لا. وانت السي صديق اش غادي يبان لي؟ انا اللي دارها الله مرحبا بها. عليك باليمين الى السي الصديق مدوز الكيره وما باغيش يقول. وانت؟ انا ما غاديش نمشي معاك لهاد طنجه غير باش نتهنى من صداعك على الكيره والمكاجيه. الستار الستار الستار. ولا عليك ولا عليك السرجان عيسى، غادي نمشيو معاك ان شاء الله لطنجه، وحتى السي الطاهر غادي يمشي حتى هو معانا. هذه ضربها عليا انا. ولكن بغيت نعرف امتى باغي تمشي ان شاء الله؟ حتى انا باغي انا اليوم اكثر من غدا. تزر مزيان وبرك وشد لي في العصير. يا سرجان عيسى تو تاش كتاكل؟ انت راه عصرتيني انا انا تزر مزيان تزر مزيان. ها شيف ها حق 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 حق. هلا هلا يا وانت اش كتقول يا سرجان؟ انا ما عندي مشكل، وانت اش كتقول؟ وانا كيبان ليا شتي هاد الهضره ديال السرجان ما دخلاتش في الدماغ. انا خاصني نمشي باش نعرف شنو غيدير في هاد الطنجه.
عمر شي واحد ما جا طلب الترخيص باش يسافر ويشوف الدنيا ويتمتع. هي ما كان مشكله سيدي، غير نسافروا. الله يا ودي، انتوما حرين ديروا ما بغيتوا وتمشيو فين بغيتوا. ايوا حنا بغينا السيد طاهر يمشي معنا باش يفوش شي شويه حتى هو. غادي نقنع، غادي نقنع. الله يبارك فيك اسيدي. انا كنتسناك وقتاش نقني لشي بيت اخر مع شي حد وانت كتقول لي نسافر معاه. وصلت ما ندير، نسافر مع واحد مضروب على العسكر كيتعشى بالقره ويفطر بالمقاجيه ويتغدى بالقنبول والمدافع. ايوا المهم سير معاهم من طنجة وملي ترجعوا ان شاء الله انا كنوعدك انا باش غادي نطلب من السي تهامي اللي ساكن مع السي العربي يجي يسكن مع الشرجان عيسى. اياه وانت تمشي عند السي العربي. هادي عندك السي العربي زيزون ودرويش. عسكري عسكري من الصباط حتى للرزة. أسياد راه درنا التمنية ماشي التمنية وقسمين، وملي كنقولوا التمنية هي التمنية بلا دقيقة زايدة بلا دقيقة ناقصة. حنا ملي كنا في القيرة كنا كنفيقوا على النبوري مع السروية. وزيدوا وبقاو متبعين وراه غنبقاو هنايا. حيت ما ندوزيش القيرة. وزيدوا زيدوا. ملي كنا في القيرة كنا كنفيقوا مع الربعة الصباح واللي ما ناضش كيكبوا عليه دلو ديال الما بارد كاس ياك الألمان ما فيهاش مودن. أنا كنت كنفيق قبل منه. الصباط مسيري كسوة مصلوحة الرزة مجبدة مزيان مع الحافة ديال الطبلة. كان واحد لو جودان سميتو سفازينينغر كان كيعيط ليا الشرجان عيسى وطوير ما عمرو عيط ليا عيسى حرفيا. ديك الساعة كنت أنا في الدخلة ديال ليش وين دخل البطايون ديال هيكلير البروكسيل كنت أنا تما. بغيت نركبو ها عطشت الكوتشي باش تشوف المحطه الدراري. اييه يا ودي الرجال شتيتوما كنتو مدوزين القيره كون راضي بانيتو راسكم. احنا عاود عاود القيره والعسكر. اسي صابر دخلت عليك بالله الى ما صبر وركب معنا هذه المره. توكل على الله. على وشك على وشك غادي نطلع في الكوتشي اخر ايامي وليت غنركب في الكوتشي باش نمشي المحطه ديال الدراري. قال لك الكوتشي. انا بغيت نعرف حاجه هو انتما ملي ما دوزتوش صاحبي انا غادي نقول ابو الكوتشي خليه قولوا لي سكوت هذا اش كنسكت لي هذا اللي بغيت نعرف. وعليا باليمين وما سكتينا من هاد الهضور ديالك يا حتى الريب لك داك الفم اللي مركب. بهاد الفيرمه غتريب لي انا فمي. بغيت نعرف اش غيوقع على رجلي فمو. ترى فكرني فواحد الاليماني كان ناوي يهرس لي الفم. ضربته ضربه وحده ما عاودتش معاه. طاح كوما كان في عمرهم ديك الساعه في 42 شي 34 باقي في ديك 34. وتويجي هادي واحد النهار كنا في الغابه كان قلبول
كينزل من السماء وكيطلع من الماء. اي من اللي فات وانا نشوف داك الشارجان ديالهم اللي مقيدهم، قال مع راسو هذاك الشارجان عيسى خصو يتهرس ليهم. وباش قالها له؟ بالشينويه ولا بالالمانيه ولا باش؟ يمكن قالها بالانجليزيه. انا راه ما عندي ما ندير بهاد الترانات، انا فلوس تران زايدين فيا عليا باليمين لا مشيت فيه. الا بغيتو تمشيو يلا مشيو في لوطوسطو. عالسلطة يلا اسي صديقي، انا راه كنتبع الدواء اللي خرج لي الطبيب مزيان ودار الريجيم مزيان، والسكر غير ما زايد طالع لي بسبب الهضره ديالو هالاندوشين هالكيره هاد العسكر هادشي راه بزاف. هذا الرجل اش دالك الا بقيتي تتكلم على الكيره؟ سي صديقي انا هاد طنجة غنمشي لها في التران ولا في الكار، هادشي ديال لوطوسطو ما عندي ما ندير به. دابا دخلت على الكوبي الى ما يلا رجع معايا، راه غير حيت عزيز عليا وما قدرتش نخليها في خاطرك. الله يحفظك. هات وتبع رايي وغادي تشوف بعينك. هات الطريق احنا غنشوف. يلا زيد تصحبك زيد طنطنه وكوشتي في الاليمان. وقفوها هنا تسناو الى جا شي واحد. هاد استحمل هاد خينا اللي جاي ظاهر فيه ولد الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام. فين غادي الوالد؟ غادي يا وليدي لطنجة. انا راح ديك كازا. واخا ما كاين مشكل. لا تفضل معايا شي ناس. مرحبا بهم. عيط لي عيط لي. والله الا مدوز العسكر انت. يلا سيادنا طلعوا طلعوا. اش كدير اشتري؟ خليك فلوسك عندنا. لا لا تقوم من دابا ماشي حتى من وسطو ونوضو السطح. صافي صافي سيد بغا يدير خير تمنعو. جزاك الله خير اسي. ما كاين حتى شي مشكل اسي. منين نتوما فخوتو هذا؟ كلها ومنين جا؟ لا تلاقينا في دار العجازة. دار العجازة؟ هذيك لا ميزون دي لا ميزون دي زان كاباب. نديرو طريطي. الله يفيكم بعد شوية. إيه على قد الحال. الله يجازيهم بخير. انا حاجه وحده اللي ما عجبانيش هي هذيك دار العجازه كان يديروا ليها البلان ديال القشله. هو بدا يسرسر وطلق السلوكيه ديالو وسكتوا صاحبي سكتوا. مصيبه هذا حيت ديك دار العجازه كتعلمنا العكس، واللي شاف فينا تيقول لك راه معكازين وراه ناس كبار وسالوا وفضوا هريمنا. سمك الله. سي سعيد سي سعيد وديها في الطريق هذه الا تبعتيه راه مشيتي فيها. ملي كنا في الكيرة تما مع البطايون كان واحد الاليماني كان بعيد عليا شي 600 متر ولا نقول لك 3 متر، ما بقيتش عاقل حيت ما ديتش معايا المتر باش نعبر. ما نفعني غير جبت المقحلة ونيجت عليه جبتها ليه بين الحجبان ولا نقول لك بين الودنين وقيلا بين العينين. تا شوف قدامك غدير بينا شي كارثة. شوف اولدي قدامك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما صلينا له ضف الراس. قول اسيدي غنتوضا ونصليو جماعته. يلا زيد زيد الصحن. Thank you.
معه وراه هرب. ود الحرا هرب علينا. ولا اش درنا له؟ نحلف على هاد خينا هذا ما مدوز العسكر. نحلو بيه هرب. وعيسى راك قهرتيه وقهرتينا معاه ملي ركبنا وانت هز عليه ديك الجباده ديالك والقيره القيره. هالعار هالعار الى ما سكتنا. او السته وحمد الله عندكم الزهر اللي خلى لكم السيكان. اما واحد في الاليمان ودانا السكادوات خلانا هالخلا والجلا والثلج. شتا عيسى انا راه غا كنضيع معاك وقتي. اش نكمل لك على القيره؟ تعال السته واسطه. خانا لقيت كنتسنى هنا مشي لعب مع قرانو. السته الله يهديكم الله يهديك راه ما يكون غير الخير ان شاء الله. او السته وانت تطرق الدار البيضاء ما عارفه فين جات. ترى من هاد الجي راه خصك توقف هنا في هاد الجهه. انا قررت باش نرجع بحالتي لمراكش. قال لك لوطوستوب. اتوكل على الله ورجع معنا وما عرفت الله اش موجد لك في هاد السطر. لا يالله يهديك يلا تنعلو الشيطان زوج بيكم راكم زعما بحال الخوت. فصافي يا سيدي ما كاين مشكل ولا نبشر. انا هو اذا وقف لنا شي حد عيسى يركب اللور. ما كاين مشكل متفقين. وهاد خينا اللي جاي اظهر لي محال غادي يوقف لينا. سرجان عيسى جاني العطاش بغيت نشرب. وملي قلت لي الشارجان اشرب لي مع راسك غادا تدفشي بعضين. هاد خينا اللي جاي ظاهر فيه ولد الناس. بالفضل منك الا يمكنك تاخذنا معك في طريقك. فين غادي نشرب؟ اسيدي قاصدين طنجة ان شاء الله. انا حدي كازا. ايوا سيدي ما كاين مشكل اللي قسم الله هو اللي كاين من تما لقاو المركب ان شاء الله. يلا طلعوا سيدي. اش سماك لنا؟ حسن. كيجي وليدات؟ هي عندي واحد. كيفاش واحد انت في هذا العمر؟ ايوا هادشي اللي عطى الله. ايوا انت شغلك مصيبه هادي. واحد مضروب على تسع سكريات وواحد قتلو الفضول. واسي عرفتي اش غادي يكون واقع للسي حسن؟ اش غادي يكون واقع ليه؟ ما وقع لشي واحد حتى هو كان في الكيرة. بغيت نعرف انا منين كي كانوا هاد البنات اللي كنت انا باقي صغير. صافي الحمد لله حنا اللي تزادينا في الضو. حمد الله. واقيلا انت بوحدك اللي تزاديتي في الضو. انا تزدت سيدي في الظلمة ما شفتها حتى تزوجت بها. انا راه عيت فين نمشيو بالجوع. انتوما قول لي اش غاتاكلوا فين غنباتوا؟ فين غنباتوا؟ ايوا عيسى ورينا حنتي ديك انت اللي جايبنا حتى لهنا. ها قلنا اش غنديروا دابا؟ هل معقول دابا انت كتشد على نفسك باللي ما قادرش ديباني راسك؟ علاش؟ حيت ما مدوش القيره. راني مصيبه هذا سي الطوير. انا غنوريك العساكريه علاش قادين. تسناوني هنا انا جاي. السلام عليكم. السلام. لا سيدي قبل ما ناكل الدبوش بغيت نسولك. ايه علاش سيدي؟ بغيت نعرف واش مدوز العسكر. ايه سيدي مدوز العسكر. دخل معك بالله. نكذبوا عليك؟ غنقدم لك راسي. الشارجان عيسى. تشرف فينا الشارجان عيسى. يولي نطولوا ونقصروا. ياك لاباس. ما عنديش فين نبات. لا انا ولا صحابي.
وجينا عندك طالبين ضيف الله. صافي مرحبا مرحبا بضيف الله، انت واللي جمعك. الله يهديك. اسمك الله؟ الجلالي شارجان. الجلالي شارجان. شارجان شارجان شارجان. انا شميتك ياك ريحه الببوش عاطيه. شميتك قبل من الببوش باللي انت مدوز العسكر. سبحان الله تبارك الله تبارك الله. ازيد اسيدنا هما هادو صحابي. مرحبا. كنقدم لكم الشارجان الجلالي. مرحبا. وراه تيقول لكم مرحبا بضيف الله. دابا حتى انت شارجان؟ اي حتى انا شارجان. شارجان الجلالي. ومازال غتمشي معايا للدار ان شاء الله وتباتو، وغادي نقصرو ونجبدو. اش دوزنا في العسكر ودوزنا في الشين وولندو الشين وكاع الحروب كلها. عمرو زيادة سي طاهر، كان عندك سارجان ولا وجوج؟ تعرفوا واش غيجيكم مليح؟ وتصبحوا على خير الخوت. لا لا شنو لا سارجان عيسى؟ هذا مالو مشى طاير لي مال؟ ما ديش عينيه ما مدوش الكيره. اويلي جيب ربعه ديال الرجاله، احنا ما لقينا ما ناكلو حنا وليداتنا. جيب ناس ما كنعرفوهم ما كيعرفونا يتعشاو ويباتوا. لا لا شطري هاد المراه. شوفي ما تخوتيش بزاف الناس كتسمع، والشارجان الجلالي راه ما يمكنش يجري على ضيف الله. كون تصنتي شويه ديري لها شو سكتي. وتا لا ما عندناش واش غنديرو عشاء، غادي نخرج عند واحد في الجيران ونجيب لي قسم الله ويدير لنا العشاء. ايه ما عندنا عليها نتسلفو ونتكلفو باش تبقى لي على خاطرك. معليش الشيطان الله يهديك. قلت لك هضري غير بشويه الناس كتسمع راهم كيتصنتو. شوف بزاف يا العرض عطلع هاد المره هادي على راسك وصافي. يلا بارك عليا. مرحبا بضيفي الله. مرحبا مرحبا. ها واحد البراد ديالها تاينا عام اسيدي. ها هو بقاو تقربوا بيه النبع حتى الصباح. سي جيلاني. نعم اسيدي. سيدي سمح لينا بزاف كلف سير راسك هادي الصراحه. الله يا ودي باش غنسمح لكم فاش؟ راه غير عشاء على قد الحال وصافي. ها سي سيدي. نعم اسيدي. حنا في العساكريه ما كنقصروش، يعني الضيف كان كرموه كرموه وما كنخليوش من جهدنا. واحد المره باقي كنعقل كانت فيا النوبه، انا اللي كدير البطروي. ايوا ندور ونقلب وفي مصاصات الليل وانا لقى لك واحد الربعه ديال الالمانيين باغيين يدخلوا للقشله وانا نشدهم بوحدك. المهم تميت غادي عندهم نشوفهم اللي شديناهم في الحبس. دخلت عندهم نشوفهم انا اللي شديتهم. بقاو فيا الزغابة أربعة ديال الألمان هوك يديروا. والله العظيم كثرة الكرام اللي فيا، حيت أنا كيقولوا لي الشارجان عيسى في القشلة معروف بالكرام. عرفت أش درت لهم؟ ذبحت لهم عتروس ما فضلته قدام كودا طويح. والشارجان عيسى بلاتي بلاتي أنا جاي بلاتي. مرحبا بلاتي أنا جاي. وي 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 الله يجازيه بخير. اييه عجبتني هاد عتروس. عجباتك؟ هرسي هيا ما نفرطش فيها انا وعمري ما نفرط فيها. روبو شوف ويلا نعسوا هاد الليله. هاوجي هاوجاكم انت بلاتي نعاود نسلم المال. وانت اللي وصلنا للراس ديال العتروس وقربنا للتقاليه وتشوف الفاف وتشوف عيسى وعيسى. واش حنا عاد بغينا نقرقبونا وانت باغي تنعس؟ قرقب ولا ما تقرقبش انا ما تقول. هاد الخسارة ما عرفتش مين صرات عليا. الله يلعن على السلعة. مرحبا 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 بالسرجان عيسى وصحابو. نهار كبير هذا. الله يبارك لك السرجان الجلالي الله يحفظك. انا غنجيب واحد الزلاق ديال الشمج مزيان. يلا يا برد الوليد. يا بسم الله. والخوت معك فلوس فين تشرب؟ اين فلوس؟ الفلوس اللي جبت معايا ما عرفتش فين تشرب. غير التشويه ربما حطيتيهم في شي محل ونسيتيهم. نعم الشيطان اسي سدي. فين غنحطهم انا؟ راه كنتعذب من تحت السبطه. راه عنده الحق، حتى انا الفلوس اللي كانوا عندي مشات. فاش جيت النعاس خليتهم عندي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانت؟ كيظهر لي ذاك البركه اللي جبت معايا طارت حتى هي. وانت عيسى؟ شفت لك شي حاجه؟ لا الا عمركم شفتوا شي عسكري عنده الفلوس؟ لا شتي ياكلتها لكم وديما تنقولها لكم كون كنتو مدوزين ديره ما يشدوكمش ويديو لكم الفلوس.
انا باقي كنعقل مني كنا في الديره واحد الالماني زابو الله وعيسى وعيسى سكتنا واش حنا في الفلوس اللي مشاو لنا هذا وقت الديره يا ريتنا يا بلاباس ما كاينش كاين يا سيدي يا ودينا على الشيطان ياك شي باس ما كاين اش كاينه اللي جاشره ما يا ريت تجينا راه شفت لهنا يا ريت لينا دابا نتوما كتقولوا هذا السيد عرض عليكم غير باش يشفركم لا الكذوب على الله حرام هذا السيد ما دار غير الخير ضايفنا وكرمنا وبيتنا عنده هاد الناس ظالمينه وانا نشهد لي قال لك باللي هاد الراجل سرقهم وهما لا هما فرطوا في ريوسهم علم الله فين طاحوا لهم الفلوس هادشي اللي كاين عمس واش عرفتي اش كتقول لك تسوي لك ايوا شنو هادشي اللي كاين وعيسى كاين هادشي ما كاينش هادشي واه سيدي انا مظلوم والله العظيم الا مظلومش ما يمكنش يباتوا عندهم الخونو اللهم انا هذا مكراي عباد الله اللهم انا هذا شكون اللي داير لنا فلوس تاعنا وشوفوا انتم فين طيحتهم وشوفوا انتم المحسنين لهلا يتسلي بيكم زمان ولا يدور بيكم يدين تاع الله المحسنين لهلا يتسلي بيكم زمان ولا يدور بيكم يدين يا ودي الراجل احصلتي وفرشتي كارطونه وبديتي كتسعى السي طاهر راه حشومه عليك هادشي غير تقطع بيك الحبل دورتيها سعايا وانت ما يقدرش يديباني راسو حيت ما مدوش الكيره والكيره هي اللي خاصني ندير معاك عيسى تاش غدير معايا واحد زين انتيسا تاش غدير معايا حيد عليا من هنا حيد عليا عيسى السرجان اهدك اجمع علينا قلق قلق الله يهديك انت يلا استحمل يا سي احمد اش من خدمه تقدر دير اش ندير اساتي سبب العباد الله على مو زلوم مو صفير مو مزوي بو عيسى كاع المرض اللي كيبدا بو بو داوي بو ابدا بقيت ندير كتاب الحمام وانت سي الصديق إذا لقيتي لي شي خدمة اللي نقدر عليها أنا موجود الخير فيما اختاره الله هذا هو المعقول انت بهاي ليا غير ما باغيش تقول باللي راك مدوز الكيرة حتى أنا وانت سي الطوير تقدر على شي حاجة ولا والو علاه ما نقد على والو علاه إوا هانا دبروا لي على شي تكشيطة نولي نركز فوق الكارويات والميدات ونجمع لكم الغرامة واش غير اللي كبر يبقى في دارو ياكل في القوت ويتسنى في الموت لا وألف مرة لا كونوا رجال مازال قادرين نعيشوا مازال قادرين نخدموا مازال قادرين نجاجيو ونمشيو للقيرة بالكم راه كوم تهجروا شفت السي بوشهاد حنا باغيين نخدموا الى ساعتين الله يجازيك بخير هادشي اللي قلت انتوما متاكدين باللي المدن ديال الجامع هو اللي صيفطكم من عندي الله يا ودي مشينا عنده وحكينا له اش وقع لنا قال لي نسيروا عند السي بوشهاد راه ما يرداش في وجهكم شوفوا غندير معاكم داكشي اللي غندير مع الناس كاملين قبل ما تقول لنا داكشي اللي كدير مع الناس كاملين بغيت نعرف واش انت كنتي في القيره عيسى عيسى سكتنا سكتنا خلينا نسمعوا الرجل اش باغي يقول انت مالك انت انا راه مدوز العسكر الله اكبر فتح الله النصر هل معقول معاك السرجان عيسى بالكم معاك السرجان شاي ولفو باب شتي بيا ودي الستار عندي واحد البيت في السطح نعطيه لكم جلسوا فيه
والخبز هزو بيه علاش ما قديته. وفي كل ليلة بب 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 في كل ليلة العود لكم أسنو داز عليا في العسكر العز العز لا بدخت عليك بالله ارجع معايا وما يكون غير خير ان شاء الله. يلا مع الشيطان. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله. كده الحركة بعدا الحمد لله. لا ترى باقيش صريف هانا. بسم الله. شحال ديتي البارح؟ ديت وقيلة 150. 150 ولا زايدة عندك شي بركة هنا؟ ياه كان عندي شي صريف. بسم الله. بسم الله. الله يرحم والديك. الخبز ديال اليوم واجد؟ واجد. انتي مولات الخير دخلي شوفي اش بغيتي. الله يكثر خيرك اسيدي. سي بوشعل شكون هاد السيدة؟ هادي لالا تايكة امرأة الله يعمرها سلعها ديما كتجي تبيع الخبز من عندي. هادي كتبيع الخبز؟ هادي كتبيع الخبز؟ هادي كتبيع الخبز؟ ودوي بشوية غتسمعك. وعلى فين الراجل هذا؟ اش كيعمل؟ راجلها وراه مات شحال هذا. الله انت شو الراجل كيصغر اسك؟ ايوا شكون اللي ساكن معاها؟ اللي عايش معاها هو ولدها. ايا اش ما عندك ما دير؟ الصباح وشيه مكياج تبديله مكياج تبديله عرض الازياء كاين هنا. كوني تحشمي واش انت ما عندك شغل؟ بقى حاضرين غير انايا. شوف انا كنشوف كتشدني التبوريش فريقو. انا قطب شمالي. شي قطب شمالي راه سخن منك وجه الويل. كتمشي مزيان ونوضي تخليها صاحبي تلبس ما تلبس تمشي صن هدوم تسكت اخا نور الدين العار اللي مسكت. لا خدمه لا ردمه لا والو. الرونديفو ديما في الوقت. كيفاش زعما واش انت سوقك اخ على ماركه؟ غير كنشوفك الله يستر كطلعني الحراره. حراره خط السيواء انا ورا الخط لي السيواء برد منك. لا فوق ادور البنو شي انت ما خط السيوائي ما قطب الشمالي انت راك مثلث برمودا. واسكت اسكت صاحبي اسكت. حرك انت مصطفى. مصطفى شوف 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 هاد ربعات الناس مخرجين الخبز من الفراغ. ومالهم واخا خفتهم يديروا في الرشا حدا الوالدين ديالك ويزاحموا في بيعان ديال الخبز. لا ماشي الوالد صاحبي. ربعات الناس كيفاش جاو يدوا الخبز ولا اش بغاو وعلاش جاو للحومه؟ ريح ما عرفتي والو. واتاكو كانت فيك النفس وقلبك حي كون مشيتي عاونتي الوالد ديالك في السوق وانت مقابل هذا داز هذا مشى هذا خرج هذا طل هذا طلع السما وبقى حاضر البشر. دابا انت 40 عام وانت حدا هذا الحيط قلبك حي. واش تي هذا الحيط؟ انا ندير معاك كونطرا. انا وياك راه ما نتفاهموش. انت كتقرا الجورنال وانا نقال. السلام عليكم. جيب لي الكاس ديالي الله يخليك. واش ايش ايه شوف خلي 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 نضل خلي نضل نور الدين صافي اجي ونضل اجي. الله يحفظك الله يحفظك. Thank you.
جارك الصحيح عندك الصحة صرنا نعيش ما حدنا باقي في الدنيا باقي نعيش ونخدم ونديروا اللي بغينا وباقي حتى نرجعوا صغار هذاك طوير فين شاتا لا عندي والله نمشي نقلبوا عليه اي سيروا انتم انا نلقى حضيركم الكروسة هذا الكروسة يلا يلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف كان البيع اليوم؟ الحمد لله الله يجعل البركة ياك ما ضيقنا عليك حيت جينا وجلسنا لا لا حاشا كلها كيدي رزقه أنا اسمي أنا اسمي الصديق وأنا سميتي تسعيقة لا لا تسعيقة وكيفاش عرفتي سميتي السي الصديق؟ السي الصديق شتي هاد السي الصديق اللي كتقولي ليا خارجة من فمك بحال العسل أنا من نهار توفات المرحومة مراتي ما بقات حتى وحدة كتقول لي السي الصديق إوا يبغي لي نعاونك نوصلو هادشي للدار عندك لا ويلي حشومة وين شافك ولدي نردني اش غندير معاك؟ علاش لالا على حنا كنعصاو الله انا نيتي حسنه وما يكون غير الخير مع السي نور الدين اش كتقصد بنيتك حسنه وتحس بلي تعاون يلا انزل هاد الجو الرومانسي تخيل راسك دابا انت كتعيش في عالم تشوميرا وكتحلم تدخل لعالم الخدمه تحس بلي راسك راك خدام وكتسنى راه الشهر باش تخلص الترفيح وتولي بخير وعلى خير زوين هادشي اواه دابا انت 40 عام وانت كتحس بهادشي تحس بالتوميرة ولكن ما جابش الله ما عندكش الزهر اخويا عندك العكس انا كون كان عندي الزهر ونسلفتولك باش تخدم ونتهنى منك خويا سعيد السلام عليكم واحد السؤال بالاداب الله يحفظك تفضل دابا انت تزوج هذا 4 سنين ياك بلي ماك الوليد صغير لبنية بدنا نعرف غير المشكل فين كاين فيك انت في المدام فيكم بجوج ولا ديك اللعبه ديال تنفرش الدار الفطويات المرطوب الروبيني عدن ها سعداتك اخويا باخر هاني مع راسك الله يعفو عليك على بصر كيدير كتفكر معاه في مشكله قد الخلا كيهلل عليك ايه انا اخويا انا نور الدين وهادي ما عندكش ها ها هو المعلم تاع حاضي الطالعه والنازله جهه الشويبيني هذا وقرض لك الوالده وفين الرجل وبين ليا انا جاي ولا ما جيتش سير داك لاري حضي معاك الدكه ونور الدين وما دير والو بسخوط علي غير تعاف الله يرحم والدي اسمح لي على عذابك معايا عذابك راحة عمدي عذابك راحة غير واحد حاجة كخشك تعرفيها ما باقيش تقولي لي يا السي الصديق أبدا كما كنتي كتقولي لي من قبل ما صافي من اليوم ما بقى نقول لك السي الصديق نقول لك السي الصديق الصديق حرفية صافي الصديق حرفية صافي وسلامة سلامة تبقى على خير خليني نسد الباب
لا لا وهذا بالله انا ما بغيتكش تشدي لا حصنت لي قل ومتاكد باللي وصلتي بخير وسلام. صافي انا وصلت بخير تقع على خير. واحد سلام السي صديق الحرفيه هذه يا بلي بينا ما نمشي حتى تشدي لي. صافي انا ما كنتش هو حتى تأكد أنك شديتي الباب. إوا خليك تسد وأنا محشومة أنا مسدتش الباب كلش. لا نمشي نمشي حتى تشدي الباب. والله كثر خيرك يا سيدي. وعرفتي أش غدير؟ أنا غادي ندخل وأنت غتجبد الباب موراك وبسلامة عليك. حتى هادي مزيانة. شوية. سلامة. حومة كاملة ما عمرش واحد ما قاول ابني غتجي انت دوز عليا الدكاكة كيفاش ما تقدرش تمشي من المستش الوالدة الباب ما فهمتش الوالدة انت نور الدين تكلم هاد عليك تايكة تايكة غتقول لي ما كتعرف الوالدة ولا غتحسب سنانك ما عندك علاش تحسب لي سناني ما عندك علاش تحسب لي سناني انا نيتي حسنه وناوي غير الخير كيفاش ناوي الخير والله شاهد عليا الى ناوي الخير كيف شتي دابا الى مكتبه انا ناوي نتزوج بالوالده ولا ما كتبش ها اش غيوقع لا عارف اش غيوقع ما عارف انا نقول لك اش غيوقع مري الحومه غيقولوا هذاك الشيء باني جضحك على هذاك هو امه وصلت ولكن اش غندير انا غير كتسبه صحه غدخل معايا دابا للدار غتخطب الوالده فهمتيني ما عندي ما نقول اولادي ما عندي ما غاديش نبغي لك انا نعم وانت غتطلبني اييه وما غنبغي لكش عاود ثاني اييه اييه وغتبقى تبكي وتطلب فيا باش نبغي لك لا لا شوف اولادي شوف داكشي اللي باين لك انت انا متفق عليه خليني غير نطلع النفس ودابا اسمع وغتعاود تطلبني وغتبقى فيا وغنفكر مزيان وملي غنفكر غنوافق ليك وملي غنوافق ليك غتزوج بالوالده باش انا نعيش بخير بهاد الحومه حتى واحد ما يهضر اللي قلتيه هو اللي كان تفاهمنا خليني يلا تفضل سنة تفضل ابا الحاج الله عليك مرحبا مرحبا الوالده عمراتي واش احمد أرى ذاك المسمى لهنا وكل الخبز راه مزيان ليك الماكلة راه يتحط عليها السلاح لا من جهتنا ولا من جهة العدو واللي كيوقف الضرب والدق والتشنديق ديك الساعة كندخل سوق راسي هاكا نساليو الماكلة كنعمر الكلاطة نبقى نضرب 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 تبقى فيها قرطاسة وحدة كنقتل فيها في الاخر واحد ولا جوج وحتى ثلاثة بقرطاسة وحدة وتما عرفتي الفرنسي تا السارجان مش عيب اش كانوا يقولوا عليا قال لك انا هذاك السارجان عيسى ما كاينش خوه ما كاينش بحاله وحتى الميريكان شافوني كيفاش كنيس وكنتيري قالوا لي يلاه تحارب معانا ضد الجابون راه ما قدرناش ليهم قلت لهم ما كاينش المشكل بسم الله تواضعت ومشيت معاهم للجابون بكي عاوني تاش نقول لك واحد جوج ولا ثلاثة كيلومتر وكنيس وكنتيري اي ما كانش عندك المترو وكنتيري الجابوني كيطيح كالزرزور واحد نهار حصلت في واحد الغابة والغابة اللي حصلت فيك تهني تهنينا خلي السارجان في الشعيب يعاود لينا ايوا وتوضرت ما بقيت عارف من الشمال ولا بالجنوب ما كانش عندك البوصلة انا هربان والجابون تابعيني بحال الجراد تبعوك ما عرفتش كيفاش عرفوني انا اللي كنت نتيري فيهم منفعني عين الواد طلعت في الجبل وانا نتلاح في الواد بكي عاوني خمسة دقائق ولا عشرة دقائق واخوك على الهواء تكون طحت في الماء
5 سوايع ولا 10 سوايع وانا تحت الماء. ما كانش عندك المكانه ديال الماء. واش نقول لك؟ حتى باش كتنفس باش وبقصبه دير هاي والبلاوات حاضيني للعب نطلع من الماء. هادي راه ماشي سلوكيه. وشنو هي؟ دوبرمان. هادي ما كانتش على البال. يلا ابدا. اش غادي نبدا؟ وبدا خطب مني الوالده. واش غادي نقول لك انا اللي كاين راك عارفو. دابا انت علاش جاي عندي للدار؟ علاش؟ انا بصراحه جيت باش. نعم؟ جيت انا جيت طالب منك الوالده ديالك نتزوج بها. هو مشكلة هادي يا صاحبي غندير معاك دابا انا في هادشي. ما معلومش شنو هادشي يا صاحبي كتقول؟ غتجوز الوالده ديالي انا؟ ايه مشكلة هادي يا صاحبي. مصيبة هادي يا صاحبي. شنو غدير؟ هاش وانا غنعطيك ندير الاجراءات ديال غطلبني وتقنعني وتبقى تبكي. نعم عندي ما يدار في راس الدرب. نمشي نقضيه. ايه عندك تسلس؟ لا 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 منك. لا لا ومرة مرة شرب اتاي وليدة سخني اتاي وكاد شي اشتوات ديك الليلة وحنا كنا هاجمين وعافطين في ذاك الغيس والحيس والميس وكنت تسول هذا البرود كان يقول لك على كل شي. وياه هي هاد البرود كان عندك دابا يتزار. ايه هو كل شي انا وطالع في الهليكوبتر والبرد والشتا والرعد والبرق وقسات الفرفاره هي توقف جبت لي يدي في الصمته وكان ندور باش الهليكوبتر ما طيحش. ما طاحتش الهليكوبتر. ايه شات شي كاع اللي عاودتي ليا انا دوزت وغنازل في الباراشي. وياه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سيدي صديق السلامه. الله يسلمك ربي. الله تفضل سي صديق. مرحبا. مال ياك لاباس اش تعطينا؟ لا خاصكم تقولوا لي مبارك مسعود. يا سيدي مبارك مسعود. مبارك مسعود عندي العرس. العرس؟ واسي احمد واسي احمد وافق سمع اش واقع. شعلت الكيره ولا السي الصديق راه دوز الكلمه وخطب. هيدي هذا معذرهم قالوا دوز على الواد الهرهوري ما تدوش على الساكوس. اللي شاو بحالك كاع ما يقول خفيف وكيطير. هو سبابي في هذا السفر. ياك تيقول لي شي خير كيتلاقاك في هذا السفر معانا في الطريق هو اللي دابا دار الخير والخمير. المهم ليتي راني حشمانه. ما عندكش من الناس تحشمي يا الوالده راكي ما درتي غير الحلال. اي بنيتي ولكن انا عمري ما طاحت على بالي ولا فكرت انني نتزوج ملي ما تباك. واخا تزوجت صغيره وما عقلاش ما فرحت براسي ما درت تصاور ما درت برزامه والو. من حقك الوالده ديري كيف ما بغيتي وحنا عمرنا ما نساو داكشي اللي درتي لينا. قفضتي على دراعك وخرجتي تخدمي باش تعيشينا. فرحتيني ورتحتيني. الله يرتحك بنيتي. لالا تيكا واش قابله تزوجي بالسي صديق؟ اسيدي السكوت على ما الرضا سجل. سي صديق لاباس واش قابل تزوج بلالا تيكا؟ قابل وبالهلا يطريه لي اسيدي. اللهم بارك سجل.
دابا هاد الشيبانيه اش غتقول لي؟ غتقول لي راجل موي عزيزي حبيبي با مع انت عويناتك زرقين وبيكيس كنا قلت لي بابا نقول له بابا ولكن لا مش هاد الشي بخير الا مشاش بخير غندو في رمو سي احمد وبيبي يبكى منى هادي والسي صديق يستاهل حوليه كاع يا بيبي باش نشوف التلفزيون واش حب الخاطر بغيت نسمع موسيقى موسيقى جيتي في الوقت عيسى قال لك عنده شي سير ما سير وحلف ما يقولوا لنا قال لك حتى نكونوا مجموعين كاملين ايوا احنا مجموعين السي اش كاين السي عيسى ها انت حلفتي الا قلتي الشارجان عيسى والله لا سمعتيها مني واخا طير اتعقلوا على هادشي اللي مول ببوش اللي بتنا عندو ديك الليله الله يهدي ايوا دا حرام داك اللي بيتنا عندك مال هاد مول ببوش مالو مول ببوش يا سيدي كبشي لباقي ابقينا ديك الليله انا والسي الجلالي كنتفكروا ديك الايامات الزينه ديال الكيره ديك الساعة السي أحمد والسي الصديق غلب عليهم النعاس كان الطوير بقى شاد مع ناس وطاح ليا العجب الطوير بقى فايق معنا الليلة كاملة وشاد مع جوج ديال الشرجانات ملي كنت كنحكي على الجلالي كنعاود ليه على داك الألماني اللي زغبوا الله وتلاقى بيا وخلي عليك الألمان الألمان
عرفتوش غيجيكم مليح. الا ما سكتش انا غادي نخرج بحالي دابا. لا لا ستار منا لا هادشي الله يهديك. شتي هذيك العائله اللي كنتي مزوج بهم السي السرجان؟ اما ماتوش انتحروا. وا سي احمد حق الله الا هذه عندك فيها الحق على الخاطر هم معلوم ينتحروا. سي صديق انا غنعس الا قال لكم السر فيقوني. لا لا شويه الصبر. والله السي صديق وما تسني حلوف ملي كنا في الكيرة مع الصبر اللي فيا كنت نقدر نبقى مخزون في الحفرة نتسنى شي لاليمان يبان. اش غنقول لك كنبقى فيها يوم يومين عام عامين عامين وما لناش خاسرين نخلصوا على بوا الضريبة. حيدوا عليا صبركم قليل. واش عقلتوا على ديك الليلة اللي بتنا هاد السجيلة اللي مول بابوش؟ لا 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 سي احمد كبش لباقيش؟ لا انا نعست. سي طوير كبش لباقيش؟ والله من يدي لا شربتيه كب وانا غنديرها بلا اتاي. قلت مع راسي الا حيدت لكم الفلوس غادي تتعلموا كيفاش تدبروا على ريوسكم ودوزوا منين دازوا العساكريه. عليا اليمين انت عارف شكونهم؟ عيالاتك. خلي لي هاد شري شبع والله شبلة شري شري واش ضروري تمشي معاه لطنجة؟ الرجاء عطيته الكلمة في مراكش خصني نبقى قد كلمتي. وحمد الطاهر تما غاديين؟ لا أحمد باغي يمشي ولكن طاهر بزز وخلاص. ولد عيسى اش عنده في هاد طنجة؟ لا لا ما دخلتش انا في مخي هادي ديال يمشي غير باش يتصور في صور المعاكس. ايوا عيسى بالصراحه ما باغي يقول شي. جاك ولا قفاه مالك ياك لاباس الطوهر؟ ها جايبنا من مراكش حتى لطنجة ها كذبتي علينا باش انت تشوف واحد السيد ادوي نجيو حتى لطنجة باش نشوفوا البحر ونتصوروا في سوق المعاكيز. ما حشمتيش. انا ما كذبتش عليكم. ايوا انا غير ما كملتش لكم الجمله. واش فهمتوا شي حاجه؟ محال واش نفهموه حتى واحد فينا ما مدوز العسكر. انا ما قلتش لكم الجمله الكامله.
هو حقا تحقيقا قلت لكم نمشيو لطنجة ونشوفوا البحر ديالها ونتصوروا في صور المعاقيس ياك، وتما وقفت وتحركوا اساس وتحركوا. اوه السحر ونوض زيد وفي نزيد اقوى هاد العقابي راح تصول يا ركان تش من عقاب تولاك وشتي العقابي اللي في الاليمان يا ما تدويش عاونو عاونو الصديق عاوني سير قلب على الدار وجي ديني ونوض نوض السي احمد نوض وديرها ما بقى قد اللي فات نوض ونوض نوض 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 ما بقى والو نوض عكز عكز يلا بكره الله يلا زيد زيد هاد فوتو هاد القوس راه نعتو ليا مزيان زيد ولا شي حاجه اي لا لا كمال الزعروري داك اللي عنده طوح عنده طوموبيله كبيره ديال بلجيكا اي قالوا لي ساكن في زنقه باب العصا هي هنا قدام هنا صافي هي هذيك بارك الله فيك الله يصلح الدريكه الله يصلح يلا سيدي زنقه باب العصا من هنا باب العصا اي وراه انت اللي خاصك العصا وخاصنا حتى حنا اللي تابعينك في هذا الطريق انت زيد كمل الهضره مشيت برك زيد يلا زيد سي 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 يا بالله واش لكم تحركوا يا انت راكب ما عرفت ما سي سي يلا تلقروا نهار لي هادي هي الزنقة سي احمد تقدر تنزل لا لا اش غادي نقول لك السرجان شافعيت لا لا خطيك علينا وصاف لا لا خطي عليك وحدك انا ما عندي ما ندير به السرجان عيسى شد الساك ديالك نهار الله يجازيك بخير اسي الصديق قولي لا لا كنتي ساكنه هنا اييه علاه ما كتسول لا ما كنسول على حد انا وحداني ويتيم وقلبي هشيش لا حني لا رحم ضحكتيني وحداني ايوا غير حل عينيك وشوف مزيان وغتلقى لي ونسك حيد منك الوحدانيه ربي ربي واش سماك الله سميتي في الطومه ولا سميتي الطاهر ولا نه من اليوم ما نقدرش نقول لك في الطومه هكذا حافيه من اليوم ما كاين غانا لا في الطومه لا لا في الطومه لا لا في الطومه بالي ما غنمشيو من طنجة حتى غنديروا العرس شي الناس بحالك قلال اللي لسانهم كيخرج غير السكر السكر والعسل والسمن ومازال ما سمعتي مني والو صاحبك انا ما كيسول وعيسى هذا صاحبك اللي جينا نقلبوا عليه اسميتو سميتو كمال الزعروري اه كمال ورا جارنا راه شحال هادي وساكن معانا الدار حدا الدار جاركم شي دابا هاد كمال صاحبك اللي جيت تقلب عليه غنولي وانا وياه جيران ايوا يلاه نوريكم الدار يلا عليك ها الدار ديالي بارك الله فيك السلام عليكم هاد الساعه الله نخلي عليك السيد غازيد غازيد وغازيد بس هنا وقف هنا وزيد تيحل بعدا راه دوينا معاك ويلي السلام عليكم وعليكم السلام هذه دار السي كمال الزعروري هي هي هادي شكون نتوما انا السرجان عيسى انا هو اللي دويت معاه من مراكش وقلت ليه غادي نجي نشوفك في طنجه هادو صحابي قولي خوتي حنا عائله وحده
تفضلوا دخلوا دابا يجي كمان. بارك الله فيك، زيدوا اخويا زيد. يا بسم الله. اسمح لي واحد دقيقة وأنا شكون هو هذا؟ ولا عيسى غيجي من عند شي واحد بعقله؟ ما يكون غير شي مصطي أكثر منه. والله هذا الولد إلا فكرني واحد العسكري في الألمان. كنا ملي كنوقفوا الدق والتشنديق كيبدا هو يلعب الرطاوة كيشغل سيدي حماد وموسى. وعيسى وعيسى وسكتنا سكتنا. شكون الناس اللي تحت؟ هذا سيدي هو الراجل اللي قلتي لي جاي من مراكش. بالي داس الجمع الفنا وجمع كاع اللي جايين في الطريق وجابهم معاه. كتفلي عليا؟ وراه ديالي كتفلي عليا، انت قلتي لي راجل واحد اللي جاي صدقو جاي رباحة. وانا ملي هضرت معاه في التليفون قال لي هاني جاي، ماشي احنا جايين. وشنو نديرو دابا؟ ما عندنا ما نديرو. قال لك شي امانة خلاها لي الوليد عنده قبل ما يموت. بقيتي نعمل ليه وكيقلب عليها. وشنو هي الامانة؟ ما بغاش يقول لي في التليفون. تشوف شي العالم ما شتكش انا. مرحبا بسي عيسى وصحابه. الله يبارك فيك اسي. مرحبا. الله يبارك فيك. مرحبا. والله ولدي وما تساني حلوف ياك تخايف لا نموت قبل ما نشوفك. انا من نهار شفت النداء اللي درتي في هذاك البرنامج كتقلب عليا وانا متشوق نشوفك ونعرف علاش بغيتي تشوفني. الحمد لله اللي شفتيني، كنت خايف لما تشوفش الحلقه وما عمرنا نتلاقاو. في الاول ماشي انا اللي شفتو، واحد ولد عمي شافها وعيط ليا قال لي راه واحد السيد كيقلب عليك في التلفازه. حضرت البرنامج تعاودي وسجلتو. ما عندي ما تسالك ولدي. عفا ولدي، الا مازال عندك هذيك الحلقه دوزها لنا باش نشوفو الشارجة نعيسة في التلفزيون. عيسى وليدي بغينا نشوفو الشارجة نعيسة في التلفزيون. والآن مع فقرة نداءات. السلام عليكم. أنا اليوم جيت منيس على جوج ديال الحوايج. الأولى كنوجه النداء ديالي للمسؤولين باش يقادوا الوضعية ديال العساكرية وخصوصا دوك اللي ماتوا على قبل بلادهم وما خلاو والو لولادهم. أبقاو ربنا خلقتنا لا هما بهديك ولا هما بديك. والنداء الثاني أنا كنقلب على كمال الزعروري ولد السي البشير الزعروري. السي البشير اللي كان معايا في القيرة واحد النهار قبل ما يموت أعطاني واحد الأمانة وقال لي نوصلها لولده كمال. عطاليا ديك الساعة كنت أنا وياه فوق واحد الشجرة مخبيين على الباتروي ديال لاليمان. شوية داز واحد الصقع ديال لاليماني من تحت الشجرة قبل ما يقشعنا. قطعنا النفس. نقول لكم ستة دقائق ستة سوايع ما بقيتش عاقل ما كانش عندي الكرونو. المهم عسيت على والدي وهنا نزل عليه بالكلاطة بلا كروس ديال المكحلة فرشخت ليه الراس أو رديتو دودة ميتة ما بقاش يفنفن. ديك الساعة نزل عندي السي البشير الله يوليه برحمة الله
والدموع في عينيه وقال لي اتمنيت السرجان عيسى ولدي كمال يولي بحالك ملي يكبر. ودابا خوتي اللي كيعرف فيكم كمال وشافو يهتف ليا ولا يهتف للبرنامج، والنمره ديالي هي كالتالي: صفرة وصفرين ألف وصفرة ألاف وصفر مية وصفرة وصفرين، ودوزوا بخير. نكتفي بهذا القدر وإلى الحلقة المقبلة بحول الله. أسايسة راك شوقتينا يا أخي، قول لنا خلاص عن الأمانة اللي خلالك السي البشير الله يرحمه. أش غادي نقولك أولي، باك البشير كان من أعز صحابي، وكنا كنعاودوا لبعضياتنا اي حاجه على الحلوه والحاره، وكان كيعاود لي عليك. باك البشير مات في يدي، انا اللي قبلته وانا اللي شهدت ليه، وقبل ما يموت اعطاني هذه الميداليه وقال لي أنا ما خليت لولدي كمال باش يعيش، على الأقل نخلي ليه هاد الميدالية باش يعرف باللي بواه كان كابابل، بواه كان عسكري شجاع. هاد الميدالية تعلقات لي أنا وياه الله يرحمه في نهار واحد، هو الشرجان البشير وأنا الشرجان عيسى. الوليد الله يرحمه مات وخلاني مازال صغير، مشبعتش منه، كان ديما غايب في العسكر، ما خلى لي حتى شي حاجة باش نتفكر. ملي جبتي لي هاد الميدالية نشم فيها ريحته، ما عرفتش اشنو نقدر ندير باش نرد لك هذا الخير. ايوا دابا نقدر نقول لك الشرجان عيسى، نقولها ونعاودها، الشرجان عيسى يا من اللي عرفوه. قولوا لي اشنو بغيتو، اش حب الخاطر، اشنو بغيتو تتعشى، واشنو بغيتو ت... لا وليدي ما قادين على والو. ما قادين على والو؟ ما حشمتيش الشرجان عيسى؟ وليدي ما كان على الشيء، الضيف ما يتشرط، اللي كتب الله وخلاص. اسمحوا لي نمشي غير هنا نقضي شي غراض ونرجع. اش من غراض؟ انا نقول لك من بعد. ايه عرفت اش من غراض مشى يقضي؟ هبخ هبخ. سرجان عيسى أنا. بغيت نسولك، أنت ولا لالا فطومة؟ يا وانا مش حب خاطر ممكن نهضر معاك في شي موضوع الا سمحتي ندخل ونبركو باش نتفاهموا على خاطرنا. تفضل. قول لي بعدا سميتك؟ انا سميتي سفيان. سميه زينه هذه، باين لها السي سفيان باللي انا وياك غنتفاهموا مزيان. لالا فطومه هنا؟ لا مشيت غير هنا وغادي. مزيان باش نتذكروا على خاطرنا وبلا ما نطول عليك. وقول لي مبارك مسعود، راه جيت نخطب لالا فطومه. اييه تلاقينا وتفاهمها وشفتها ودخلت لي في قلبي، وانا نقول مع راسي علاش ما نتكلش على الله. الواحد في هذا الزمان السي سفيان هو اللي يعرف كيفاش يضرب الحديد ما حدو سخون.
واخا تسنى عندي هنا انا راجع. وليد وين وليد؟ وليد نوض تشوف واحد السيد. اش كاين ياك لاباس؟ نوض صعب ودنيك نوض. اش غادي نسمع؟ واحد السيد برك في الصالون جابها يخطب في الوالدة ديالي. اش كتقول؟ اش بغيتي؟ اش بغيتي؟ سي طاهر اش كدير هنا؟ السي طاهر تبارك الله وكتعرفيه. السي طاهر لاله راه جاي باغي يخطبك. اويلي اش كتسمع؟ اويلي واش عرفتي شكون انا؟ شكون؟ انا راه راجلها. راجلها؟ ناري مشيت فيها. واش عرفتي شكون انا؟ انا ايتي مغرب وبراني وما قدر الصداع وحدودي. ماني عطيته بحال هاد القتلة هادي. والله عيسى مسكتني. لا تسبر هدر معاه. واش انا قلت لك سير خرج ولا عطيني تنسى مالك طحتي ولا شنو تلقاو لك؟ دابا نقول لك شنو وقع علي. سي طارق هاك برر هاك برر. لا ما نبررتش غنولي نكبي غنكبي دابا حداكم كاع ما غنبقى نتخبى. ناكل البوب قطعك انت وكمان نوضو نوضو شفت كلافاري من طوبين ديالنا واحد صغير نوضو متقدوز خليو هادي كرا يا ودي الوقفة يا ودي ما تكون صافين ناجحين في تحضيري راه صويرة حادي ندير صويرة اجي السلطان خرجي دا خرجي دا وقف اسي عمدي والعرض ايش غادي اجي السلطيق يلا تقاد هنا شوف مزيان يلا سي كمان